على مين الطفولة؟ ايوه طبعا نسمع عنه. لا مش فاكر اليوم، بس هو ما افتكرش اليوم بصراحة. يسمع عنه الناس اللي اولادهم بيسموهم اطفاء. هو موافق النهاردة، فحريك ناوي بقى تعمل للعسول ده ايه؟ اعمل له كل حاجة كويسة ان شاء الله. اولادك مش اطفال؟ لا اولادنا بنسموهم عيال عشان احنا ناس فقارة. يعني اجيب لهم شوكولاتات وبتاع، هو الكلام ده مش هيحصل بس لازم اقول كده يعني. تصدق ان انت الوحيد الصادق؟ انا بصراحه انا اصغر اخواتي، تمام، هم المفروض هم اللي يعملوا لي بقى مش انا اللي اعمل لهم. احتفل بيهم النهارده كلهم، كل انا معايا حوالي 12 حفيد. من عندي 3 اولاد في اعدادي وابتدائي، اللي في اعدادي كان عندهم حفل النهارده. يا صحابي وصحباتي هنا ومحلك سري، شوفوا حاجاتي ان بقيت. انا انت فاجئتيني بيه، وكويس انك انت فكرتيني بيه، وهيكون رد فعلي ان انا هجيب لها هديه النهارده والله، لان هي انا بحبها جدا، بنتي الوحيده. يعني انا هخرجهم مثلا اوديهم دريم بارك، هو ده مش هيحصل بس اوديهم. ها؟ بقول لك صرف نفسك من بابا، عايز بابا يعمل لك ايه؟ حلويات. عندك بقى كيس حلويات كبير؟ عندي ان شاء الله، موجود ان شاء الله. طيب حضرتك وانت طفل كان نفسك في يوم زي ده يتعمل لك ايه؟ احنا بصراحه لو اطفال اتبهدلنا اساسا. انا مثلا وانا صغير كان ابويا طول عمره يقول لي انا هجيب لك بدله جينز، عمري ما شفتها. انا ما حدش اصلا عمري في حاجه في وانا صغير في حياته كلها، ولا وانا كبير. احنا اقصى حاجه كنا بناخدها مثلا قرش صاغ او تعريفه، بنفرح بيه جدا، بنجيب بيه اي حاجه. النهارده اليوم العالمي للطفوله، يعني المفروض ده يوم بقى الناس تيجي بقى تحتفل بيك وكده، نفسك في ايه؟ نفسي اطلع اغني في التلفزيون.